السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني الكرام، كيف حالكم؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم استفادة. يعني إخواني، استجابة لدعوة بعض الأصدقاء، يعني بعض المشتركين في القناة، يعني يضعون أسئلتهم عن طريقة صنع يعني الطائرة الورقية التي لا تسقط أبدا، يعني طائرة ورقية يمكن أن يعني تصنعها لطفلك أو أبنائك أو أحد أفراد أسرتك. أخي الكريم، إليك أخي الكريم، هذه الطريقة، طريقة صنع الطائرة الورقية. يعني في هذا الفيديو سأضع لكم إخواني الكرام شرح لكيف تصنع الطائرة الورقية العادية وكذلك الطائرة التي تصنع بالخيط. إخواني الكرام، تتبعوا هذا الفيديو إلى الآخر إلى الأخير أخي إخواني الكرام لكي تفهموا كيف تصنع الطائرة الورقية بنفسك وبأدوات يعني بسيطة توجد في منزلك. شاهد جيدا هذا الفيديو وتتبع خطواته أخي الكريم جيدا. يعني خذ ورق مقوى بأي لون تريده، يعني الورق يعني يكون مربع ومقوى، يعني يكون بسمكه، لا يعني يكون سمكه قوي يعني شيئا ما. إن لاحظت أن الفيديو يعني طريقة المصورة في الفيديو تسرع قليلا، فسأعيد لك الطريقة مرة أخرى كما تلاحظ معي أخي الكريم. يعني وإن يعني يمكنك أيضا أن تقوم بإيقاف الفيديو حتى تلاحظ الطريقة جيدا. تتبع هذه الطريقة أخي الكريم حتى النهاية، سأضع لك أيضا كيف تصنع الطائرة الورقية، يعني الطائرة الورقية يعني بالخيط التي يمكنها أن تصعد إلى السماء يعني وتعود إليك عن طريق الخيط. أما هذه العادية فهذه يعني يمكن أن يعني يمكن لطفلك أن يلعب بها وتعود إليه. يعني هذه الطريقة يعني حديثة جدا يعني لهذه السنة، سنة 2019 إخواني الكرام. يعني تتبعوا هذا الفيديو حتى الأخير، سأريكم الطريقة الثانية إخواني الكرام وكيف تقوم بإنشاء الطائرة الورقية بكل سهولة. بعد أن انتهينا من شرح يعني طريقة صنع الطائرة الورقية العادية، يعني نمر الآن إلى طريقة يعني صنع الطائرة الورقية يعني بواسطة الخيط، يعني التي تتحكم يعني تتحكم فيها بواسطة الخيط. وهذه يعني الطائرة أيضا يعني هي كبيرة في الحجم إخواني الكرام مقارنة مع الطائرة الأخرى التي شرحناها في بداية الفيديو. إخواني الكرام، يعني كل ما عليك هو إحضار هذه يعني الأدوات البسيطة التي تظهر في الصورة. أنا يعني كل أداة يعني كتبت اسمها قربها بالعربية، كل ما عليك هو إحضارها، ثم سأضع يعني لك فيديو يشرح كيف تقوم باستخدام يعني بمزج هذه يعني بمزج هذه الأدوات، وستصنع الطائرة الورقية التي تتحكم بها بالخيط بسهولة وفي يعني في دقائق قصيرة. تتبعوا يعني الفيديو حتى النهاية لكي تفهموا كيف يعني تصنع هذه الطائرة الورقية بنجاح إخواني الكرام. تقوم أخي الكريم بداية يعني بطي الورق المقوى، ثم إعادة يعني ارجعيه كما هو، ثم تقوم بأخذ عود الخزيران ثم تلصقه بالشريط اللاصق هنا من الزاوية يعني الوسطى كما تلاحظ هنا في الفيديو. يمكنك يعني تطبيق الطريقة كما تراها أخي الكريم، ستكون عليك أسهل.